فهذا العام يعني صار لها سنتين صار تلك باسط، وخاصة هذا العام يعني السنة نسبة الزراعة يعني 30%، وكان يعني حتى انه محاربة يعني واسط، حتى انه صار ضغط عليها واسط يعني السنة. نعم، خروقات أمنية ومشاكل كثيرة صارت، وصلت الى حد يعني القتال، اكو هيج مناطق يعني، ويعني هو بسبب شحة المياه او المهم يعني بالنسبة للناس هسه عندنا باسط، يعني انا اشوف الناس جاية تشيل يعني تعوف اراضيها وتشيل، يعني حتى يعني عندنا مناطق يعني ماكو هسه ماي، تحفر يعني ابار مالحة شالة ما بيها خد الارض، يعني بدت بالتصحر، الناس شالت، الناس يعني ماكو لا حول ولا قوة، يعني ماكو انه يعني تعرف يعني حتى انه الحرب يعني بدا على يعني الفلاح محارب خلال هاي السنوات، حتى انه يعني بعض الناس يعني اضطروا انه يبيعون ارضهم على ناس تجار اكبر يعني مهمين بالدوله. يعني والله هسه احنا نشوف يعني الاراضي القريبه من مثل القريبه على الماي، والله تقريبا الناس بيهم باعوا يعني حتى يعني تمثل يعني 60% باعوها، والله يشترون ذاك اليوم ما حد يشتري يعني هيك يعني ارقام خياليه ينطي، بس هو يقولون هذا دكتور من السويد، يابا وين هذا الدكتور؟ يقولون دكتور من السويد وجاي يشتري بالاراضي، والله جاي يشتري يعني يشتري حتى ب 20 مليون الدونم، هاي القريبه على الشط. نعم 25، لا ياخذها يعني ب 500,000.